تمكنت قوات الشرطه التابعه لامن دائره الملابيض وفي اطار مختلف مكافحه مختلف الجرائم وبعد نصب كمين محكم من توقيف سياره يرجح انها تستعمل لنقل المخذرات، السياره كانت موها على طريق شاحنه تحملها بعد تحويل السياره الى مقر امن الدائره تم تفتيشها جيدا تم العثور على خمس كيلوغرامات من المخذرات. تم تمديد الاختصاص الى خارج الولايه الى ولايتين مجاورتين اين تم توقيف خمس اشخاص من المشتبه فيهم يشكلون مجموعه اجراميه منظمه لتهريب المخدرات يجدر الاشاره ان امن دائره المربض سبق لها وان وقفت العديد من الجرائم الخاصه المتعلقه بالتهريب وتهريب المخدرات وايضا الوقود